أهلا بكم في أوردة بر ونور الكلمة مع إنجيل يوحنا. يوحنا بالمسيرة بتاعته بيبدأ ينقلنا ما بين يهود وما بين رومانيين، بيحاول يعرض لنا السلطة اللي موجودة في زمن يسوع في اتخاذ الحكم ضد يسوع بعد ما سمع الشعب، والشعب ما ملوش صوت لأن الأغلبية فقراء، لكن كان في الأحزاب من اليهود، الناس المتشددة اللي هم المسؤولين على الناحية الدينية، كهنة ورؤساء كهنة وفريسيين. وهنا التواصل اللي تم بين قيافة وحنانيا اللي كانوا أعداء قبل الحكم على يسوع، وللأسف تصالحوا في الحكم على يسوع بالموت ولقوا نقطة للتواصل. يوحنا عايز يقول لنا إن الأعداء بيتصالحوا عشان يتأمروا ضد يسوع ابن الله. هنا منطق العالم هو اللي بيسود، بل بالعكس هذا التحالف اللي تم بين اليهود بيتواصل وبيوصل للعمق أكتر، لأنهم بيدخلوا في انسجام مع الحزب الروماني اللي هو بيمثله بيلاطس. عايز يقول لنا إيه يوحنا؟ عايز يقول لنا سواء يهود سواء رومان بدأوا يتكتلوا ويتوحدوا في الرأي وياخدوا قرار ضد يسوع، وهو ده العالم السياسي بتاعنا النهاردة. قد إيه الظلم بيقع لما بيتحالفوا الأقوياء ظاهرياً، في حين إن يسوع هنا هو الأقوى وهو اللي بيسكت بإرادته، وهو اللي بيسيب المخطط الإلهي يتحقق فيه ويتجسد علشان خلاص العالم. منطق شوية منعكس بيقلب الموازين، إن ناس تتصالح علشان هو البريء يتعاقب ويتصلب ظلم. عايز يقول إيه يوحنا؟ عايز يدخلنا في منطق عدالة الله، يسمو بينا لحاجة الشريعة ما تكلمتش عليها قوي، لكن معاناة من معاناة عالمنا النهاردة هي الأحزاب السياسية، إن في سلطات أقوى مننا بتقرر وبتحدد. لكن بيقول لنا انتبهوا، الصامت الحمل الوديع اللي بيساق نحو الذبح هو الأقوى وهو الإله. ليه؟ لأن بنلاقي من الإصحاح 18 الآية 28 حوارات كتيرة مع بيلاطس، وبيلاطس هنا هو الساخر اللي عايز يشوف الآيات اللي سمع عنها إن يسوع راجل ساحر بيعمل معجزات وبيعمل حاجات غريبة، فعايز يشوف بعينه، لكن ما وصلش للمعرفة ولا للإيمان بيسوع. وهنا السطحية في العلاقة مع يسوع أفقدت الرؤساء والكبار جوهر مهم وأساسي، حتى رجال الدين اللي كانوا منتظرين المسيا ما قدروش يتأكدوا في إن يسوع فيه هو التجسد الكامل للمسيا اللي بينتظروا، جهل منهم. من 18-28 الإنجيل الرابع بيبدأ يقول لنا إزاي بيلاطس بيدخل في اللجنة اللي بتحكم على يسوع بالموت، وبيبدأ يورينا إزاي يسوع بيسلم بين إيدين البشر، من قيافة لحنانيا لبيلاطس بشريين بيحكموا على الإلهي. قد إيه النهاردة في ختام حلقتنا بنلاقي إن يسوع بيدينا نمط مختلف تماماً، إن الناس تحكم علينا وتتهمنا وفي براءة في حياتنا، لكن بيعيش هذه البراءة أمام الله مش أمام السلطات اللي ملهاش أي قيمة، لكن القيمة الأساسية في السلطة الأبدية، وهي سلطة الله اللي خرجنا منه وإليه نعود زي ما عمل يسوع. شكرا لكم، وأشوفكم في الحلقة الجديدة من أوردة بر ونور الكلمة.